رياح نشطة تهب على المنطقة الشمالية خلال الأيام القليلة القادمة. تفاصيل أكثر بعد قليل. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية من طقس العرب. نهار اليوم هبت رياح جنوبية غربية نشطت السرعة في المنطقة الشمالية، عملت على إثارة الأتربة والغبار وأيضا انخفاض على درجات الحرارة مع اقتراب لكتلة هوائية باردة نسبيا من منطقة بلاد الشام عبر شرق البحر الأبيض المتوسط، ووصلت تأثيراتها نحو شمال المملكة. استعرض إياكم الآن خرائط توزيع الرياح المتوقعة من يوم الأحد وحتى منتصف الأسبوع. يوم الأحد هبت هذه الرياح الجنوبية الغربية النشطة في عموم المنطقة الشمالية، هي ناتجة عن تمركز لكتلة هوائية باردة نسبيا في شرق البحر الأبيض المتوسط، عملت على نشاط في سرعة الرياح وإثارة الأتربة والغبار في هذه المناطق، في حين سارت أجواء مستقرة بشكل عام في باقي المناطق. يتوقع أن تتحرك هذه الرياح خلال الساعات القادمة، تحديدا خلال ساعات الليل الأحد على الاثنين، لتصبح شمالية غربية هذه المرة، عندما كانت بعدما كانت جنوبية غربية، لتصبح شمالية غربية في منطقة الحدود الشمالية الجوف وصولا حتى حفر الباطن، حيث استعمل على إثارة الأتربة والغبار في هذه المناطق. لكن يوم الثلاثاء بإذن الله تهدأ الرياح بشكل عام، يمتد مرتفع جوي قادم من الأراضي العراقية نحو عموم شبه الجزيرة العربية، يعمل على تحويل اتجاه الرياح، تصبح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة خاصة يوم الأربعاء في المنطقة الشمالية، تعمل مجددا على إثارة الأتربة والغبار. هذه الرياح يتوقع أن تترافق أيضا مع أجواء مستقرة بشكل عام. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة. يوم الاثنين 29 درجة مئوية كحرارة عظمى مصغرة 13، تنخفض يوم الثلاثاء لتسجل 25 إلى 13 درجة مئوية، ويوم الأربعاء 26 إلى 14 درجة مئوية. نذهب الآن لاستعراض تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي المدن السعودية ليوم الاثنين. نبدأ كالعادة من المنطقة الشمالية، تبوك أجواء غائمة جزئية مع 22 إلى 10 درجات مئوية، سكاكا 20 إلى 9، وعرعر 20 إلى 8 درجات مئوية. المنطقة الغربية، المدينة المنورة 29 إلى 17، جدة 33 إلى 24، مكة المكرمة أجواء صافية مع 34 إلى 21، والطائف 25 إلى 14 درجة مئوية. الباحة أجواء مشمسة مع 22 إلى 11، أبها 25 إلى 8، وجازان 31 إلى 25 درجة مئوية. المنطقة الشرقية، الدمام 28 إلى 16، حفر الباطن 24 إلى 9، والإحساء 30 إلى 13 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الوسطى، العاصمة الرياض 29 إلى 13، بريدة 23 إلى 19، وحائل تفرق لبعض الغيوم مع 19 إلى 6 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.